من الفبركة المسيئة للخناقة الحامية للمقارنة المرفوضة إلى كلام مهم بعظمة لسانه ويجادلونك في المبادئ. أعلى قيمة للنادي الأهلي تميزه وتنصعه وترصعه وتظهره وتشرفه وتخلي جمهوره يفخر ويزهو بيه إنه دايما وأبدا نادي تحكمه منظومة قيم ومبادئ. ده مش كلام، مش شعار ولا ادعاء ولا من مدعاة الفخر والزهو الأجوف، لا، دي مواقف حقيقية. في مثل هذا اليوم من سنة 85 تعرض الأهلي أو كرة القدم في النادي الأهلي على وجه التحديد لاختبار قوي جدا في مبادئه وتقاليده ونظامه. الأهلي مقبل على مباراة مع الزمالك في كأس مصر، عنده ماتش مهم جدا، عنده ظرف صعب جدا، وإذ فجأة تحدث مشكلة داخل الفريق. المدير الفني وقتها للفريق الكابتن محمود الجوهري، مدير الكرة الكابتن هاني مصطفى، عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة الكابتن حسن حمدي، ورئيس النادي الكابتن صالح سليم كان في لندن. وتتفاعل المشكلة إلى حد أن الكابتن الجوهري ياخد الفريق ويتمرن بره النادي في نادي الشمس خرقا لنظام النادي، فتتداعى الأحداث وتتفاعل، والأهلي يوقف فرقة بالكامل ويلعب ضد الزمالك بالناشئين ويكسب المباراة ويكسب المبدأ ويكسب القيمة ويكسب التاريخ. انت عارف الاهم من القصه دي اللي تمالي تتحكي ناقصه، ان يكمل بالقرار لحد النهائي ده كان دور الثمانيه. أيوه. ويكسب الكاس. ويحكي الكابتن حسن حمدي مهندس هذه القضيه. كابتن حسن كمشرف على الكوره وعضو مجلس اداره هو اللي تولى هذه الاحداث كامله وكان له هذا القرار. الاول هنشوف أهداف فوز الأهلي على الزمالك في هذه المباراة التاريخية اللي كانت في مثل هذا اليوم، وما هياش لمجرد فوز على منافس، لا، ظروف فوز في مبدأ مهم جدا. نشوفها. طويلة لعبة جامدة وجول. الجول الأول للنادي الأهلي بعد مضي حوالي 3 دقائق. الجول الأول للنادي بعد مضي حوالي 3 دقائق بيجيبوا اللاعب رقم 13 حمادة مرزوق. 3 دقائق حمادة مرزوق بيجيب الجول الأول للنادي الأهلي، تصبح نتيجة تقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء بيحرزه حمادة مرزوق بعد مضي 3 دقائق، هو اللي جاب الجول الأول. بيجي مد رجب عليها وتفوت وتلعب جامده وتحط جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي، الجول الثاني للنادي الاهلي، الجول الثاني للنادي الاهلي بيجيبه محمد السيد. محمد السيد بيجيب الجول الثاني للنادي الاهلي. هنشوف الكوره مره ثانيه، محمد السيد بيحطها جوه الجول. الجول الثاني للنادي الاهلي، محمد سيد قاعد في الارض، شايفينه اللي هو في وسط زملائه. لعبها بالعاليه وكوارشي بيحطها جوه الجول، كوارشي بيحطها جوه الجول وبيجري بيها بسرعه، بيستنى وبيمشي، لعبها عاليه وحط جوه الجول. يا سلام، الجول الثالث للنادي الاهلي. اجوال جميله جدا، مش قادر يصدق من الفرحه وبيجري بره الملعب للجماهير. مش معقول، جوال حلوه بنشوفها النهارده، وبيجري بيخش مره ثانيه. طارق خليل، طارق خليل بيجيب الجول الثالث للنادي الاهلي. ذكريات جميله. تشكيل الاهلي في المباراه دي لانه كلهم اشبال باستثناء الكابتن. انا كنت في المانيا مع فريق كره اليد، فجالي
الالفي. كابتن عادلي كسبنا النهارده الماتش. تصدق انا اول رد عليه ايه؟ قلت له لعبنا بالناشئين ولا بالكبار؟ قال لي بالناشئين. هي دي هي دي. طيب الموقف صعب، انت بتلعب بفرقه ناشئين كلها ضد عتاوله فريق كبير كلهم نجوم كبار، والمباراه في الكاس يعني نوك اوت، يعني ما فيهاش لا نقطه ولا تعادل. ومع هذا كابتن حسن حمدي اخذ القرار. كابتن شوبير سال الكابتن حسن، انت ما فكرتش للحظه في انك بتعرض الفرقه ومستقبل الفرقه للخطر ممكن تقضي على جيل بالكامل؟ نشوف الكابتن حسن حمدي صاحب هذه القضيه وهذا الموقف كان رده ايه على كابتن شوبير. اهلي بيلعب مع زمالك في بطوله كاس، معقوله توقف الفريق الاساسي بالكامل 16 لعيب او تساهم في ايقافهم، والاهلي يلعب بالناشئين امام نادي الزمالك معرض نفسه لهزيمه قاسيه كنت هتتحملها حضرتك على مر التاريخ؟ انا الحقيقه ما فكرتش في اللي انت بتقوله. انا عندي مشكله كانت كان كابتن جوهري موجود مدير فني، كابتن هاني مصطفى مدير كوره، نعم، وحصل بعض من الخلافات وكده اهوت، وبعدين كان بكلم هو طلبني كابتن جوهري كويس ايه، قلت له ما ينفعش اللي انتوا يعني بتعملوه دوت، هم مختلفين مع بعض. نعم. فالمهم اما اختلفوا حصل الخلاف ده يعني، ف 16 لعيب بتمرنوا مع كابتن جوهري بره النادي. نعم. يعني ايه بره النادي؟ انا ما اعرفش حاجه. كنت حضرتك ماسك ايه في النادي ساعتها؟ كنت مشرف على الكوره. مشرف على الكوره، مجلس اداره ومشرف على كره القدم. فالمهم يا جماعه لازم ترجعوا تتمرنوا، ما بيتمرنوش مش عارف ايه، قاعدين فين؟ قاعدين في لوكاندا في مصر الجديده، ناسي اسمها. اللي هي مهم يعني. انا حسن اعتقد كان معايا كابتن صلاح حسني. اعتقد او كنت لوحدي وبعدين فرحت لهم. كويس. ماشي. اعتقد كان خالد جدالله كابتن فرقه، خالد جدالله كان اكبر منهم حاجه كده. كان باقي في المغرب. قلت لهم الركان ده بالليل كمان. قلت لهم تعالوا ابهوت، انتوا ايه؟ انتوا عارفين انتوا بتعملوا كذا، انتوا تخرجوا مع النادي مش عارف ايه كده يعني. ازاي تتمرنوا بره النادي؟ الكلام ده غير مقبول و لازم ترجعوا النادي. كويس. وهم جمعوا نفسيهم يعني. اللعيبه بقى في الاوض جمعوا نفسيهم وقعدوا يعني. فالمهم يعني معاكم مدرب كابتن جوهري الله يرحمه. فالمهم قلت لهم بصوا هديكم فرصه لغايه بكره، اذا ما جيتوش بكره انا هاخد قرار في هذا الكلام. انا اول حاجه عملتها لما حصل الكلام دوت خليت مجلس الاداره يديني سلطات مدير كوره، ما انا مشرف الكوره ما عنديش سلطات. خدت قرار من مجلس اداره انك ليك سلطات إن مدير كوره. انا هاخد سلطات مدير كوره، قلت مش عايز غير سلطات مدير كوره بس. كويس. وخدت سلطات مدير كوره، جبت الكابتن عادل طعيمه كان ماسك 20 سنه. مظبوط. قلت له كون 20 لعيب او 22 لعيب. كويس. كان عندنا ثلاث ماتشات او اربع ماتشات. ثلاث ماتشات يمكن حاجه كده. وقلت له احنا عندنا ماتشات يبقى في 22 لعيب او 20 لعيب انت بتختارهم زي ما احنا بنقول لك يعني، هم المسؤول يعني. نعم. ودول اللي هيلعبوا الماتشات كلها. بص بقى الفيديو ده والفيديو اللي جاي. هنرجع للجمله اللي قالها شمراني. حب الاهلي مش ميول، ده الاهلي ليس ميولا. يتحدث علاقتك بالنادي ليس ميول ولكن استقامه. هي الاستقامه دي، الاستقامه دي ايه؟ اللي عايز ياخد باله بقى من الكلام بتاع الكابتن حسن، قال لك رحت لهم وانا المشرف، وانا المشرف. قلت لهم لا يليق، ما ينفعش، ارجعوا بكره والا هيبقى لي قرارات حاسمه. وبعدين عشان يقدر ياخد القرارات الحاسمه، لان هو كمشرف ما يقدرش ياخدها، لكن لو هو مدير كوره يقدر ياخدها.
شوف بقى مع انه عضو مجلس اداره، شوف العمل المؤسسي ده، لا شوف الدقه كمان بتاعه الكابتن حاسم اللي وايح يوم يرجع لمجلس اداره ادوني صلاحيات مدير الكوره. طب ما انت كمشرف ولا حد كان هيفكر في الكلام ده، ادوله الصلاحيات. راح للكابتن عادل طعيم قال له اجهز انت احتمال تكمل الثلاث ماتشات الجايين. هذا هو العمل المؤسسي في النادي الاهلي. الاهلي مش ميول، ده استقامه. وعشان كده الكابتن حسن عرض ايه على الكابتن الجوهري في خضم الاحداث نشوفه، لانه ده حدث في مثل هذا اليوم. المهم رحت لهم بقى المعسكر بنفسي. دلوقتي انت لو ما جيتوش هيبقى في اكشن قوي عليكم قوي يعني. وبكره تدريبكم الساعه سي 1:30 او 2 في النادي. في النادي تدخلوا النادي تتمرنوا. يس. جم تاني يوم كويس ما جوش. رحت واخد قرار كويس بايقاف اللعيبه ديت. بدون مجلس اداره. رحت واقف 16 لعيب. وعملت اجتماع مجلس اداره بقى لعرض الموضوع عليهم. مش الايقاف بقى، الايقاف مع شطب مع كذا حاجه كمان. طبعا. المهم تاني يوم مجلس الاداره كان بعد الظهريه. لقيتهم تاني يوم. جم النادي اللعيبه. ودخلوا اوضه اللبس. يقلعوا هينزلوا يتمرنوا. ماشي. مع الكابتن جوهري. لا. جم لوحدهم من غير الكابتن جوهري. كويس. انا عملت ايه؟ جيت قلت لهم ولا واحد يخش اوضه اللبس. وبالباب الذي هنا هو في بابين هنا وهنا يعني ايه كده، وقلت لهم انتوا خلاص انا ما برجعش في كلامي. دخلت مجلس اداره قلت لهم حصل كذا 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 كذا، وانا كل اللي خدته منكم ان انا اخد سلطات مدير كوره، وانا الناس ديت مفيش حاجه اسمها واحد يسيب النادي كذا. موضوع بقى كابتن جوهري يبقى ايه اختصاص كنتوا مجلس الإدارة. انا رايي كذا بدون بقى ما اقول رايي ايه. المهم يعني اتوقفوا اللعيبه. كان قرار مجلس الاداره الجوهري يرجع يعني عنده ماضي الى اخر هذا الكلام. رجع كابتن جوهري لما نزل الملعب تاني يوم. اللعيبه موقوفه وهو رجع. حصلت مشكله ثانيه. واخد بالك؟ فجالي الكابتن جوهري انا عندي مشكله كبيره، انا مش عارف ايه، انا ازاي يعني انا انزل ادرب وهم موقفين؟ قلت له والله ده قرار كويس. ده قرار يعني خلاص كده مش هرجع فيه يعني. انت لعيبه ده سلطتي انا. جه بقى كابتن جوهري بعد في مجلس الاداره الثاني، انا نزلت ومش قادر اللعيبه سير عليا ازاي انا اللي قلت لهم بتاعوا وانا هم يتوقفوا وانا ادرب انا مش عارف. انتوا حرين كويس، عندك فرقه هي بتتمرن وهي فرقه الشباب دي اللي هتلعب قدام الزمالك وهتلعب الماتش وهو دوت النظام اللي موجود. سيادتك عايز تبقى موجود اهلا وسهلا. مش الكابتن جوهري. بس جه بقى الكابتن جوهري بعد كده قبليها بيوم او يومين نزل الملعب ولعب الزمالك وكسبنا الزمالك. الدرس الثاني، حب الاهلي مش ميول، ده استقامه. الدرس الثاني المهم جدا، القوة مش في اتخاذ القرار، القوة في تنفيذه. انك توقف فرقة بالكامل كلهم نجوم. هو خد قرار راح لمجلس الإدارة، كان عايز القرار يبقى شاض. لكن درس أول مكرر، القرار الجماعي، مجلس الإدارة له فكر وفي ناس تانية بتعمل التوازن اللي هو لا يخل لا بالمبدأ لكن في نفس الوقت ما يعملش تغيير دراماتيكي في حاجة. فقالوا لا يتوقفوا. فراح قال لهم خلاص يتوقفوا. تنفيذ القرار بقى، ادي القوه بقى. اللعيبه جت قال لهم انتوا رايحين فين؟ داخلين اوضه اللبس غير. لا يا حبيبي انت اهو هتشيل العين ولا يغير ولا يتمرن.
ولا تخش اوضه اللبس، انتوا موقوفين، خلصت. اللعيبه عملت كده. القرار ده يفكرك بايه؟ البطوله العربيه لما فيليكس بدل ما يجي يوم الخميس كابتن، وهو على التليفون كان الكابتن نسوق بخته واقف جنبي، قال له قول له، قال لي انا مش لاقي تذكره، قال له يروح يقابل الاستاذ وهيب مدير المحطه هيحجز له هيركبه، لو ما ركبوش يكلمني من جنب الاستاذ وهيب بيقدر يجي يوم الجمعه. فكلمني بعد نص ساعه قال لي مش لاقي مكان، قال له ما عملش كده طبعا. فالكابتن صالح قال له قول له لو ما جيتش يوم الخميس انت مش في البطوله، انت مش في البطوله. فاحنا رحنا يوم الخميس الصبح، لقيت يوم الجمعه واحد داخل مستر عادلي بالشطه، قلت له راح فين؟ نفس الكلام. قال لي راح فين ايه؟ طالع اوضتي. فين اوضتي؟ قلت له لا انت مش في البطوله. عمل كده اتسمر مكانه. اتفضل. هو كان متاكد انه انت هتلعبه ليه؟ لان الكابتن حسام وقتها كان موقوف. فتخيل انت بتلعب بطوله عربيه من غير بدون فرويد، من اهم فرويدين في مصر كان وقتها هم الاثنين، حسام وفليكس. فما كانش متخيل ان القرار ممكن يبقى كده. استقامه مش ميول.